فيلمنا بيبدأ مع جاليفر عامل بسيط في قسم المراسلات والجوابات في جريدة كبيرة، وبيقابل زميله الجديد دان اللي لسه متعين، وبياخده يوريه الشغل ماشي ازاي، وبيطلع الدور الـ30 الخاص بقسم المحررين، وبيطلب جاليفر منه انه ما ينفعش يتكلم مع اي حد لحد ما بيوصل لدرس اللي هو معجب بيها واللي مسؤول عن الكتابة عن الرحلات والسفر. وبياخد دان باله ان جاليفر معجب بدرسي لكنه ما بيقدرش يصارحها، وبيقول له جاليفر انه يقدر يكلمها في اي وقت وعايزه لانه جريء. وبيركبوا الاسانسير وبيلاقوا ان دارسي ركبت معاهم، وبيستأذن دان عشان يهيئ الجو لجاليفر انه يعزمها على الخروج، وبيفشل وما بيقدرش انه يتكلم معاها وبيتعصب من نفسه عشان ضيع فرصته من ايديه. وبيروح له دان في المكتب بتاعه وبيديه ورقه وبيقول له انه اترقى وبقى مدير المراسلات، وبيستغرب جاليفر ان دان لسه متعين وترقى في نفس اليوم. وبيقول له دان انه اترقى بسبب انه طموح، مش واحد بقاله 10 سنين في الوظيفه وما حاولش انه يطور من نفسه وفضل واقف في مكانه زيه، وانه شخص فاشل. وبيمشي جاليفر متاخر من مكتبه وبيشوف ان دارسي في مكتبها لسه، وبيفكر انه يروح يصارحها انه معجب بيها، لكنه بيخلق اي موضوع وبيقولها انه جاي عشان يشارك في تقييم بخصوص رحله سياحيه، وانه بيحب بالسفر وسافر اماكن كتير، وان من مواهبه الكتابه، وبتطلب منه عينه من الحاجات اللي كاتبها وساعتها ممكن يشتغلوا سوا. وبيروح بيته بيحاول انه يكتب لها اي حاجه تحت مسمى رحلات جاليفر، وبيقرر انه يسرق من المواقع والجرايد اي مقال عن السفر ويسلمه لدارسي، وبتنبهر بطريقه كتابته وقدرته على الصياغه والسرد، وبتقوله ان عندها موضوع مثالي عشان يبدا فيه وفي كتابته، وهو ان في واحد بيقوله انه عارف سر مثلث برمودا وانه يروح يقابله ويتحرك على مثلث برمودا بعدها ويستكشف الجزر المحيطه بيه، لكن عشان يعمل الرحلة دي لازم يكون عنده خبرة في الإبحار لأن الرحلة هتاخد 3 أسابيع في البحر. وبيوافق إنه يقوم بالرحلة دي، وبيسافر وبيقابل الراجل اللي بيقول له إن برمودا ده عبارة عن إشاعات بس وإنه مش حقيقي، وبيسلمه المركب اللي هتبحر بيه 3 أسابيع. وبيبدأ جاليفر الإبحار وبيفضل ماشي في البحر لمدة طويلة لحد ما جهاز الملاحة بيفصل وبيصحى على عاصفة قوية في البحر، وبيدخل جوه إعصار مائي وبيتقلب المركب جواه. وبيصحى جاليفر وهو مربوط من ناس احجامها صغير جدا وبيقولوا عليه عدو ليهم وانهم اثروه. وبيتخض جاليفر وبيقوم من التكتيفه بتاعته بمنتهى السهوله لحد ما القائد بتاعهم بيامرهم انهم يحاولوا يوقعوه تاني، وبيشدوه بالحبال وبيقع على ظهره وبيغمى عليه من تاني. وبيفوق وهو متكتف داخل مملكه مليانه بناس صغيره جدا، وبيروحوا يسلموه للملك تويدر وبيسالهم جاليفر عن مكانه وانه مش عارف جه هنا ازاي، وبيقولوا له انه في مملكه ليليبوت اكبر مملكه في العالم من وجهه نظرهم، وبيتم حبسه في كهف وبيقابل هناك سجين معاه وبيعرفه بنفسه، وبيعرف ان اسم السجين هو هوريشيو، وبيتعرفوا على بعض. وبيقول له هوريشيو انه مسجون عشان كان بيعكس الاميره ماري خطيبه الجنرال ادوارد. وبيجي الجنرال وبيقول لجاليفر انه محكوم عليه بالاعمال الشاقه ومجبر على مساعدتهم باي شكل هم عايزينه. وبيبدا الجنرال يشغل جاليفر في الاعمال المناسبه ليه، لكن في نفس الوقت بيحصل هجوم من مملكه البليفيوشن اللي بيولعوا في مكان الملك وبيحاولوا خطف الاميره. وبيسمع الجنرال جرس الخطر وبيأمر جاليفر انه يتحرك على قصر الاميره وبيحررهم من الحديد اللي عليه، وبيقدر جاليفر انه ينقذ الاميره بكل سهوله. وبيسمع جرس الحريق وبيعرفوا ان الملك في خطر هو كمان، وبيكونوا محتاجين كميه ميه كتير عشان يقدروا يطفوا الحريق، وبطريقه ما قدر جاليفر انه يطفي النار وينقذ الملك. وبيتضايق الجنرال ادوارد من اللي حصل وان مش هو البطل اللي انقذ الملك، فبتحتفل المملكه بجاليفر وبيعملوا حفله كبيره. وبتساله الملكه عن جزيرته اللي جاي منها وان في جزء من الشعب بيقولوا انه جاي من الجزيره المحرمه اللي محدش بيقدر يروحها، وبيقول لهم انه جاي من مكان اسمه مانهاتن وهيمشي من عندهم بمجرد ما يلاقي المركب بتاعه. وبيقول الملك انه هيساعده يلاقي المركب بتاعه وان عنده افضل واسرع البنائين في العالم. وفي خلال 7 ايام بيكونوا قدروا انهم يبنوا بيت كامل ولبس جديد لجاليفر لحد ما بيلاقي مركبه، وكمان بيعملوا اوضه سينما ليه وللمملكه كلها عشان يتفرجوا على افلام. وبيشتغلهم جاليفر وبيقول لهم ان كل الافلام هي قصه حياته زي قصه ستار وورز وقصه تايتانيك، وبيقنعهم انه مات في الاخر كمان وبيصدقوه. واثناء ما جاليفر بيتمشى وهوريشيو بيجري جنبه عشان يلحقه، بيقول له جاليفر انه اخد باله من نظراته للاميره وانه شكله معجب بيها، وبيقول انه هيساعده يعترف له بحبها، وبيخليه يروح للاميره وهي في بلكونه قصرها. وبيكون جاليفر قاعد مستخبي ورا باقي القصر وبيغششه يقول ايه، وبيفضل يعاكس هوريشيو في الاميره وبيرقص لها لحد ما بتحس ان في حركه في اوضتها، وبتقول لهوريشيو انه لازم تدخل، وبيفرح هوريشيو انه قدر يعاكس الاميره. وبيجي لجاليفر خبر من الجنرال انهم لقوا المركب بتاعه، وبيروح بيلاقيه المركب متقسم 3 اجزاء وبيطلب من العساكر انهم يحاولوا يصلحوه. وبيلاقوا الموبايل بتاعه وبيسمع البريد الصوتي بتاعه، وبيكون في رساله من دارسي فيها انها عرفت ان كتاباته مسروقه وبتقوله انها مش عايز تشوفه تاني وانها هتعمل بحث مثلث برمودا بنفسها. وبيقرر الملك انه يعين جاليفر جنرال للمملكه ويخلي ادوارد نائب الجنرال، وده اللي بيضايق ادوارد وبيخليه يلغي الدفاعات الخاصه بالمملكه، وبيسمح للبليفيوشن انهم يهجموا عليها. وبيقلع هدوم وبيقرر انه هينزل البحر يقضي عليهم، وبيحاول انه يتفاوض معاهم لانه مش عايز يموتهم، وبيقول لهم انه هيتظاهر انه بيدمرهم فيلفوا ويهربوا، لكن بيلاقي القائد اصر ان السفن تلف حواليه ويبداوا كلهم الهجوم ويضربوا المدافع على جاليفر،
ولكن جسمه بيتأثرش بالمدافع وبتترد كل القذائف من على جسمه وتخبط في السفن كلها، وبيكسب المعركة بسهولة اما بيستوعب انه لا يقهر، وبتحتفل به المملكة، وبيفضل جاليفر يستمتع بوقته وما بيفكرش انه يدرب الجيش بتاعه. وفي نفس الوقت بيكون ادوارد بيقابل الأميرة وبتقوله انها مش بتحبه ومش عايزة تكمل معاه لانه شخصية ملودرامية وزي الاطفال، وبيخرج من المملكة وبيروح لمملكة البليفيوشن وبيقول لهم انه عارف طريقة لتدمير جاليفر قبل ما يجي يدمرهم هم كمان، وبيديهم الورق اللي فيه رسمة الرجل الآلي. واثناء ما بتكون ليلي بوت بتحتفل بيتم ضرب جرس الانذار 5 مرات، وبيكون ده معناه ان في خطر كبير جاي على المملكه، ولكن جاليفر بيستهزئ بالرجل الالي اللي قدامه لحد ما بيتحول لرجل الي كبير، وبيبدا انه يضرب جاليفر لحد ما بيخليه يستسلم ويعترف انه مجرد شخص عادي شغال في قسم المراسلات وبس، وبيصدر ادوارد حكم ضده انه هيبعته للجزيره المحرمه اللي محدش بيقدر يروحها. وبيروح جاليفر الجزيره وبيفضل يدور على اي حد فيها لحد ما بيلاقي بيت كبير ضخم قدامه وحد بيحبسه في برطمان، وبيكون البليفيوشن احتلوا مملكة ليلي بوت ورفعوا كل اعلامهم. وبيروح هوريشيو على الشط وبيلاقيهم قبضوا على عملاقة تانية اللي هي دارسي، وبيقرر هوريشيو انه لازم يبلغ جاليفر. وبيفوق جاليفر في بيت لعبة وبتكون في بنت بتتعامل معاه على اساس انه عروسة لعبة وبتلعب بيه، لحد ما بيلاقي ان هوريشيو قدر يجيله وبيقوله ان البليفيوشن احتلوا مملكة وان ادوارد مسك عملاقة اسمها دارسي، وبيفتكر جاليفر كلام دارسي في الموبايل انها تعمل البحث بنفسها، وبيقرر انه يساعدهم تاني، وبيقدر يهرب من البيت العملاقة عن طريق مظلة بيلاقيها من عروسة من العرايس اللي جنبه، وبيروح ناحية الكهف اللي محبوسة فيه دارسي وبيدخل لها وبيحاول يهديها، وبتسأله ليه كل الناس بتناديها بالاميرة، وبيكون الملك محبوس معاهم وبيقول لها انه علشان جاليفر بيحبك قلنا عليك اميرته. واخيرا بيعترف لها جاليفر بحبه اللي خباه 5 سنين، وانه كان بيجي في مكتبها عشان يشوفها بس حتى لو ما كانش فيه بريد معاه، وبيقول لها انه لازم ينقذ المملكه قبل ما يسيبها لانه بيحب شعبها. وبتتجمع كل المملكه وملك ليلي بوت وملك البليفيوشن وبتبدا المعركه بينهم. وبيكتشف جاليفر ان ادوارد زود الرجل الالي بتحسيناته منها الكهرباء، وبيقرر هوريشيو انه هيحاول انه يدخل جوه الرجل الالي، وبيتسحب من ورا ادوارد وبيقدر يخلع كابل مولد الكهرباء، وده اللي بيضعف ادوارد وبيخلي جاليفر يقوم ويكمل ضرب في ادوارد لحد ما بينتصر عليه. وبيروح هوريشيو عشان يعترف للاميره انه بيحبها وبيسمح له الملك انه يرتبط بيها، وبيقدر جاليفر لاول مره انه يصالح بين البليفيوشن والليلي بوت. وبيركب جاليفر ودرس المكتب بتاعهم بعد ما بيتصلح، وبيودعهم هوريشي وهو بيعيط عشان مش هيشوف صديقه تاني، وبيتوجه المركب ناحيه الاعصار المائي وبيرجعوا منهاتن بسلام. وبتكون مقالات درسي وجاليفر هي اشهر مقالات في الجريده تحت اسم رحلات جاليفر. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.